نقاطات تعليميه، ما احنا مش بالزبط. هنمشي لقدام الا لو عرفنا احنا واقفين فين ومحتاجين ايه. صحيح. وبالتالي دي لقطات تعليميه ملهاش دعوه بقى باللي بقى بيقول له هات البرومو وهات مش عارف البييرو، وبص بقى الخطوه دي في شعرايه طالعه من جنب الشنكار. لا، الراجل هيتكلم في صحيح القانون. لكن هو وبتسمع برضو يا استاذ عصام ما يحدث ما بين الحكم طبيعي جدا الساحه وحكم البار، طبيعي جدا يعني الناس ما يعني ما بتتكلمش في اسرار، اعتبر دي الله ينور عليك كابتن، اعتبر ده اللي هو نتيجه الامتحان مثلا عشان الناس تعرف يمكن غلط. ما هو الغلط ده مش هيمشوه، هيقولوا له المره الجايه بقى حضرتك عشان في صندوق اسود. اعتبرها زي قمره القياده في الطياره وبرج المراقبه. طبعا ده حوار بين الاثنين، واحد بيقول طب سمعني انت قلت له ايه عشان ينزل في الضلمه اللي مش شايفها دي. بالظبط. فانا بقول لك معلش اسف، كلاتنبرج انا شايفها تجربه ثريه ومهمه جدا ولازم تكمل تحت اي ظرف، ولازم اللي تولى الموضوع ده وجابه لازم يدافع عنه لانه هيتعرض لتشويه من كل ما تدخل في فتره. انا بدات اشعر، انا بدات اشعر ان الراجل ما كان قد وضعه من لقطه اطول من كده، لكن عد نط من المنور وراح ضارب السلك. لا فهم يعني انا بدات اشعر تعملها مونتاج محمود محمود ادانا دي اللي هو الراجل عايز يعمل الصح، فبالتالي يسمعك الصندوق فيه ايه وتمام وحضر اللقطات لقاها طلعت بس يعني، وبعد كده يقول لي اصل الاي تي والاي تي هل تسمعني انا سامعك؟ لا انا مش سامعك، انت فين كده بالظبط؟ بس ما فيش هنا خدمه تك اقفل. ليه؟ هو ده اللي احنا بنقوله، ان احنا عايزين نصل الى الشكل الطبيعي للي احنا بنشوفه. بالظبط. هل جرأه جلاتنبرج تتناسب مع تماسك اتحاد الكره؟ انا شك. دي نقطة مهمة. نقطة مهمة طبعا. اللي هي اللي كنت بتكلم عليها دي. صح. نقطة مهمة، هيكون اتحاد الكرة في ظهره؟ دي نقطة. لا مش في ظهره. لازم يكون في ظهره. يا أستاذ سامي، حضراتكم يمكن أساتذتنا في هذه الأمور. أنا دلوقتي جبنا الأستاذ إسلام إن هو يبقى ماسك أي حاجة. أيوه. حضرتك جبته ليه؟ عشان يعمل الاي حاجه. صح. فهو عشان يعمل الاي حاجه دي وينجحها ويعملها حتى لاي حاجه يعملها حاجه. صح. طبعا. صح مظبوط. يبقى انا لازم افضل واقف في ظهره. ما ينفعش ان انا ما اقفش في ظهره. ما ينفعش ان هو يكون بيعمل حاجه في اليونان. طب هقول لك حاجه، هل حصلت ان انا ما تحصلش في مصر يا كابتن اسلام؟ انا حسيت يعني. لا انا لا ثانيه يا استاذ جمال، انا حسيت. طب جايبه ليه؟ انا حسيت انك انت بتعمل حاجه ان انا مش هيبقى لي دور. انا اعمل كده اهو. لا ما انا عارف إن خلاص كده ماليش هيبقى لي. لا خلاص انا مش هيبقى لي دور، لكن هكون الانجح وهيشاور الجميع عليا ان انا الذي حولت التحكيم لنسخه محترفه حقيقيه. بس صحيح. خلاص. لكن ده بعمل ايه بقى؟ هضربك في مقتل بقى. الله يسرب لك عشان تمشي بقى. اسلط عليك عشان يطلع يقول كلمتين. ليه بقى؟ اقول لمحمود قول يا عم شوف الحدوته ده الراجل ده كذا، فهبوظ لك ايه؟ الخبط لك المشهد. يبقى انت ما كنتش عايز واحد بهذه الجراه. لا مش عايز. لا انا بقول لك يبقى انت مش عايز واحد بهذه الجراه، انت عايز واحد كان يتكلم بالمصري. كابتن عصام بالمصري الكروي يعني، مصر اكبر من كل ده، لكن انت عايزه على قدنا اللي هو يقول ايه فيها وعليها. فيها وعليها 50 50 50 50 بر الامان. ما تعملناش مشكله يا ابني في الماتش. مصطلحات غريبه جدا، اكل عليها الدهر وشرب. وبالتالي الخوف، كل الخوف التواري ده اسهل نقطه ان هم مش هيبقى ليه. ليه؟ لان انت صاحب البيت، انت اللي جايب. هو اين كابتن حازم امام في هذه الامور؟ ما حدش يزعل مني بقى، لكن اين كابتن حازم امام؟ حازم امام مش هو اللي راح تعاقد مع كابتن بيرج بتوصيه من مجلس الاداره، مهمته ان هو يحميك كعضو له الثقل في مجلس الاداره. وبقاله اعتقد حازم بقاله كابتن حازم يعني بقاله ثاني دوره او ثالث دوره، فله ثقل في اتحاد كره القدم، او من المفترض ان هو يكون له ثقل. وله اسمه المفروض يحمي الراجل يعني، فيحمي الراجل اللي هو جابه. مع اعتقد اللي انا فاهمه بكلامي مع كذا حد من الاعضاء اللي موجودين ان في 3 4 موافقين على هذه التجربه. بالظبط كده. فلماذا لا تكون، بس ما يزيدوش عن 4 خالص. لا هم 3 وحازم. انا بقول لك يعني ما يزيدوش عن 4 خالص. ما هي 4 ضد 4. بالظبط كده. لكن الاربعه التانيين فيهم السيد جمال علاء.